مشروع تبطين الترع هو واحد من أهم مشروعات حياة كريمة. بالفعل نحن كنا في حاجة إلى هذا المشروع منذ زمن طويل، ولكن الإجراءات تتم كما رأيتم في الصعيد في فترة سابقة أو في حلقة سابقة. الآن نحن في القليوبية ومعنا السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، بنرحب بحضرتك في محافظة القليوبية وعلى وجه الخصوص طبعا مركز شبين القناطر. أهلا وسهلا. ربنا يخليك. أنا شايف هذا المشروع، أنا عايزك تكلمني أولا عن هذا المشروع وعن مشروع حياة كريمة في محافظة القليوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا برحب بيكم، أهلا وسهلا. إحنا النهاردة موجودين فعلا في قرية الأشيش، ترعة أم الفئران في مركز شبين القناطر، لكن أنا عاوز أدي نبذة طبعا بالنسبة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري اللي نادى به السيد رئيس الجمهورية. الحقيقة ده مش بادئ من دلوقتي، ده بادئ من زمان فعلا، ولكن تم في الأيام الأخيرة من خلال مبادرة حياة كريمة زيادة الاهتمام فعلا بالقرى وأهالينا في القرى اللي هم بيعانوا الحقيقة من مشاكل كتير جدا، أهمها يمكن الصرف الصحي، المية، في حاجات كتير. ويمكن مشروع تبطين الترع اللي احنا واقفين قدامه ده من أهم المشروعات الحقيقة. يمكن كان معتمد هنا لمحافظة القليوبية 410 كيلو متر تبطين ترع بمبلغ حوالي ما يقرب من 1,300,000,000 مع مبادره حياه كريمه اللي نادى بها السيد رئيس الجمهوريه. شكله ازاي؟ الحمد لله طبعا احنا شغالين كويس، يمكن تخطينا يمكن 30-35%، ولكن الاهم بقى بعد اضافه مركز شبين لمبادره حياه كريمه ان تم اضافه 142 كيلو متر تاني بتكلفة 600,000,000. فلك أن تتخيل حجم فعلا الاعتمادات المالية أو المبالغ اللي بتتصرف للاهتمام بالمواطنين في القرى المصرية. طبعا يمكن ده خلى المبلغ، لما نقول مثلا عندنا دلوقتي في محافظة الدهلية المبلغ أصبح يعني المبلغ تخطى المليار وتسعة من عشرة تقريبا فيما يتعلق بالتبطين فقط. فطبعا مبلغ لو بصينا بس للصرف الصحي، المشروعات اللي احنا عدينا عليها ولسه هنعدي عليها، بلغت هنا برضو في مشروع حياة كريمة ان شاء الله 1,750,000,000. ده بخلاف النهارده لما نشوف بقى المشروعات بتاعه الميه، خاصه الاحلال وتجديد المدارس، مراكز الشباب، الغاز، الوحدات الصحيه. والوحدات الصحيه ان شاء الله غالبا ان شاء الله هيبقى في المستشفى المركزي هيتم احلالها وتجديدها عشان تخدم برضو على الوحدات الصحيه اللي موجوده في كل القرى. طبعا احنا القرى بتاعه محافظه القليوبيه هنا بالنسبه لمركز شبين على وجه التحديد احنا عندنا 9 وحدات محليه بيشملوا 36 قرية وأم، وعندنا 148 عزبة وتابع، وبنطمن أهالينا إن فعلا الصرف الصحي هيخش لكل الوحدات تقريبا القروية، وهيتعمل حساب النجوع والعزب اللي هي في الأطراف. هيبقى فيه الطاقة اللي هتتعمل هتتصمم بها هذه المحطات إن شاء الله هتستوعب هذه العزب والنجوع والتوابع بإذن الله. أنا كنت عايز أطمئن على رصف الشوارع يا فندم، لأن إحنا جايين مثلا مش كل الشوارع مرصوفة، في مشاكل ودي شوارع رئيسية، هل في خطة لهذا الأمر؟ طبعا. والحقيقة طبعا أنا عاوز أقول برضو أن في تنسيق الحقيقة متميز ما بين الجهاز المركزي التعمير اللي هو إن شاء الله متولي الإشراف على تنفيذ كثير من المشروعات، مع مؤسسة حياة كريمة، مع كل الجهات المعنية، مع جهاز تنفيذ المياه والشرب والصرف الصحي، شركة المية والصرف الصحي بتاعة القليوبية. كل الكلام ده احنا بنعمل اجتماعات شبه أسبوعية دلوقتي عشان ننسق العمل، ومن ضمن تنسيق العمل ان احنا نبدأ كل فعلا ما هو تحت الأرض من البنية التحتية ان شاء الله، عشان لما نوصل لخطة الحصف ان شاء الله يبقى خلصنا كل حاجة، ما نرجعش نعمل أعمال حفر جديدة عشان بس نحافظ على المال العام اللي بتصرف ان شاء الله. أنا كنت في قرية حجر الدهسة في قنا، وبعدين شفت مباني وبيوت جديدة بتتبني مكان العشش اللي كانت موجودة، يا ترى هذا النموذج موجود هنا؟ الحقيقة تم حصر بالفعل 1,486 منزل إن شاء الله، اللي هو عشان حياة كريمة ومنزل كريم، ودولهم هيخشوا في التطوير إن شاء الله. لا شوف حضرتك يا المبادرة الحقيقة وتوجهات السيد رئيس الجمهورية إن احنا كل ما هو فعلا يساعد المواطن سواء في رعاية صحية، رعاية اجتماعية، سواء في البنية التحتية، الخدمات العامة إن شاء الله هيتعمل. في برضه فكرة اللي هي مجمع الخدمات ده هيتعمل في بعض القرى عشان يتعمل في مجمع متكامل لكل الخدمات اللي هي ممكن تؤدى للمواطنين، سواء خدمة شهر عقاري، خدمة بريد، كل هذا الكلام إن شاء الله هيبقى موجود بإذن الله. شكرا لك سيادة محافظ. شكرا.